ولنقاش ملف الوجود الأمريكي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. وفقا للجنة الأمن النيابية فإن الحكومة لا تفصح عن اتفاقية الوجود الأمريكي في العراق، ما مدى شرعية التكتم عن هذه الاتفاقية إن وجدت من ناحية قانونية ودستورية؟ يعني هو سيدتي لو رجعنا بالأحداث إلى حكومة حيدر العبادي منذ بداية عام 2014، وحكومة حيدر العبادي عاشت 4 سنوات، وجميع المعلومات التي كانت تصدرها كانت معلومات غير دقيقة فيما يخص التواجد الأمريكي، وكانت هنالك علامة استفهام على هذه المعلومات وعلى حجم التعاون وحجم التنسيق ما بين الأمريكان وما بين الجانب الحكومي. لكن واضح اليوم بما أنه هنالك استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة إيران، فأعتقد بأنه إن وجدت هنالك معاهدة أو لم توجد هنالك معاهدة، اليوم نحن في وضع آخر، حيث انه الطرف الامريكي يتحرك اليوم بدون التنسيق وبدون استشاره الجانب الحكومي حكومه بغداد وبدون التعاون المطلق، يعني في اشاره الى انه الامريكان يضعون هذه الحكومه في قد يضعونها في معسكر ايران، وبالتاكيد يعتبرون بان ميليشيات الحشد الشعبي هي ذراع ايران في العراق من خلال القوانين التي صدروها وإدراجها على قوائم الإرهاب. فبالتأكيد سيدتي التحرك الأمريكي اليوم سوف لن تستطيع هذه الحكومة لا بمعاهدة سواء وجدت أو بغير لم توجد هذه المعاهدة من حد من أو محاولة قدر الإمكان الحصول على معلومات دقيقة. نعم، لكن ما دوافع الحكومة لإخفاء مثل هذه الاتفاقيات التي تعتبر خطيرة لأنها تمس أساساً بالسيادة الوطنية؟ اعتقد سيدتي انه لا توجد هنالك اتفاقيه كما ذكرنا ما بين هذه الحكومه، حكومه عادل عبد المهدي تحديدا، منذ استلام الرئاسات الثلاث لهذه الحكومه كانت هنالك كارت احمر من قبل الساسه الامريكان. صرح ماركو روبيو بانه ايران لديها 3 رؤساء موجودين اليوم في العراق، ولذلك لم يتم حقيقه لم يتم هنالك اي تعاون واي تنسيق على الجانب المستوى العسكري. ثم انه ما بعد قرار ترامب بانسحاب القوات من سوريا ودخولها الاراضي العراقيه ووصول حامله الطائرات النوويه الى مضيق هرمز والى الخليج، فبالتاكيد نحن امام سيناريو جديد سيدتي. الحكومه العراقيه ليست طرف به، لا احد يستشير هذه الحكومه سواء كان الطرف الامريكي او حتى الطرف الايراني. القوة العسكريه الفاعله على الارض هي اليوم صاحبه المعلومه الوحيده وهي التي تعلم ما الذي يجري حقيقه. في هذا السياق، رغم مطالبات النواب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، فإن التحالف الدولي صرح بأن قواته لن تنسحب من العراق، خصوصا بعد استثمارها مليارات الدولارات. هل تتوقع انسحاب القوات الأجنبية ليس الأمريكية فقط من العراق بعد مثل هذه التصريحات للتحالف الدولي؟ لا سيدتي، الموجود حاليا هو الخوف من قبل فصائل ميليشيات الحشد الشعبي، هي تتخوف من هذا التواجد لأنه تعتبر أن هذا التواجد يستهدفها بالدرجة الأولى، كون الأمريكان صرحوا عن استراتيجيتهم الجديدة تجاه إيران ووضعوا هذه الميليشيات على قوائم الإرهاب. التواجد الأمريكان متواجدين منذ عام 2003 حتى عام 2011 من خرجوا تركوا قواعد ولم تكن هنالك أي اعتراضات لا من ميليشيات الحشد الشعبي ولا من فصائل ما تسمى بالمقاومة ولا من الأحزاب الحاكمة. لماذا يأتي اليوم هذا هذه الدعوات لإصدار قرار استصدار قرار وإخراجهم؟ بالتأكيد لأنهم هم يشعرون بأنهم اليوم أصبحوا على قائمة الاستهداف وأن استراتيجية ترامب الجديدة تستهدفهم بالدرجة الأولى. وفقا لصحيفة The Economic Times فإن قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق يأتي ضمن ما وصفته بالسباق الأمريكي الإيراني، ما مدى صحة ذلك؟ بالتأكيد إذا صدر هذا القانون من البرلمان فسوف يكون بغطاء إيراني وبتشريع بشرعية إيرانية، كون أن البرلمان هنالك الفتح والنصر التي هما يعني كلاهما يتبع إيران، اليوم لديهم أغلبية في مجلس النواب يستطيعون استصدار هذا القرار، لكن استصدار هذا القرار بالنتيجة سوف ينعكس على الشارع العراقي، لأن كون هذه الميليشيات سوف تمتلك شرعية قانونية كي تتحرك وكي تقوم بأعمال عنف وأعمال عسكرية،
فبالتأكيد سوف تكون هذه هذا القرار سوف يكون يعني يطبق بالشارع، وحقيقة سوف لن يكون المتضرر الطرف الأمريكي بقدر ما سوف يتضرر المواطن العراقي. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين.